ديزي دروس هذاك الرابور حتى هو راه كيدير المعارضه مزيانه، عرفتي اش كيقول حتى هو على الحكومه؟ انا ما غنشيرش بالصباط ولكن راه كيقول كلام معقول. دابا لي رابور كلهم كيتكلموا، كاينه التنسيقيات كتخرج كدير تظاهر، حنا في البرلمان كنهضروا كنقولوا هناك تهديد للسلم الاجتماعي ولا احد يتعرض. واش هذا ماشي واش هذا ماشي خطر على بلادنا؟ قبيله نسيت في هذه الارباح كاين عندنا اكسون ديال ميريكان دخلت 56 مليار ديال الدولار، شال 40 مليار ديال الدولار، بي بي اللي هي تاهي بريطانيا 28 مليار ديال الدولار، توتال 19.7 مليار ديال الدولار. ايوا حنا انا عطيتكم معايا داك الرقم ديال انه واحد الشركه اللي عندها 80% ديالها هو المحروقات ودازت نسبة الأرباح تحققت في هذه السنة ديال 900 مليون دولار، راه هي 900 مليار، هي 9 مليار ديال الدرهم، هي 75 مليار سنتيم في الشهر، هي 100 مليون في النهار. إوا راه هذا الشيء اش المغاربة كيقول لك أودي راه خص هذا الشيء يبدا من الفوق باش كل الامور بالنسبه الينا واضحه. فالفرق كما كتقول لي انت هي الفرق ما بين هذاك اللي شدوه وبصاب هذاك 150 طن كاميون ولا غير ذلك وغادي يمكن يكون خدام مع شي محتكر، ما كنقولش العقوبه ما كايناش في القانون، راه كاينه يمكن تكون العقوبه هي السجن هي كذا، ولكن راه حتى هادشي اللي كبير اللي فيه الاحتكار ومجلس المنافسه اكدوا. انا ذكرت الشركات بثلاثه اللي عندهم الاحتكار، شبه احتكار في المغرب، راه ذكرت ديال فرنسا ود بريطانيا ود المغرب، فما يمكنش كاين نقاش ليه ولا ما يمكنش يكون هنا ما كاينش نقاش. فلذلك مجلس المنافسه خصو يدير الدور، انا اناشده من هذا المنبر، راه حتى هو حيت كنتكلموا على ارجاع الثقه، لانه ما تكلمش قبيله على الحكومه في علاقتها بالنموذج التنموي، لانه ما عندهاش ما كتطبق التوجيهات الملكيه، النموذج التنموي جابته ما كديروش، حتى البرنامج ديالها ما كتنفذوش، لان بعث الوهم للمغاربه. ولكن راه عندنا اشكال اخر دابا الان، هو هذا الشيء مجلس المنافسه، هذه الثقه اللي نزلت، كل شيء كيمشي للبرلمان كانوا كيقلبوا عليه كيفاش، واش ناعس واش كيمضغ المسكه واش طالع واش لابس شنو محيد الصباط ما محيدوش، هادشي اللي كانوا مركزين على هذا. وملي كنشوفوا الثقه في المؤسسات كنجبروا بانها هابطه بهذا الشيء اللي كتقدم الحكومه الوهم، وهابطه لان ما كاينش نقاش عمومي في البرلمان، ولكن هابطه لان مؤسسات اخرى ما كتقدرش دير الدور ديالها. مجلس المنافسه اتمنى انه يقوم بالدور ديالو، ولكن ما يديرش الرماد على العيون. هذاك المرسوم اللي كيحدد راس المال ديال الشركات اللي على اساسه غيمكن تكون العقوبه، هذا بغيناه، ما راه السي ادريس القراوي الله يذكره بخير راه كانت كيتكلم على 9% من راس المال. صحيح ما غاتوصل 17 مليار اللي تكلمت عليها، ولا 38 مليار اللي تكلموا عليه وحدين اخرين، او 46 مليار ديال الدرهم ديال هاد المحروقات، هاد الارباح الخياليه غير الاخلاقيه وغير الاخلاقيه اللي كانت خارج كاع هاد الشيء اللي يمكن تربحها. كنتمنى يدير شغاله، ولكن يديروا بقواعده، يديروا بقواعده. طبعا يمكن حتى الوقت اللي خصو يختار يمكن عنده فيه اشكال. فاذا حنا هاد المعارضه في هادشي ديال التواصل راه تكلم السي ادريس على هذا الجانب. انا حتى كل الفرق حنا دايرين واحد داك pjd.pjdgroup.ma راه فيه واحد الفضاء ديال المواطن حتى هو. وبغيت قبل ما نختم هاد القضيه ديال التشريع مهمه جدا. دابا حنا راه عطينا لكم هذاك الملف فيه شنو درنا في التشريع، شنو درنا في طلبات اللجان، المهام الاستطلاعيه، مقترحات القوانين. هنا نركز على جوج مقترحات قوانين من 91، كاين عندنا القانون 15/91 كتعرفوه ديال منع التدخين في الاماكن العموميه. يلاه كان كيناقشوا الغرامات، والسي ادريس البصري في تطوان كان كيكمي، قالوا هو كيكمي في قاعه شنو غنديروا معاه؟ ما عرفتش، كان قال لهم 100 درهم انا نخلصها ولا شي حاجه. من هذيك الساعه ما كاينش حتى حاجه، وجاو داروا جوج مقترحات قوانين في 2007 و2008 وصدق عليهم ما خرجوش. فحنا درنا مقترح قانون كما داروا الاخوان. فاذا هذا مقترح قانون مهم جدا، لانه كيحمي الاجيال وكيحمي الصحه العموميه الى غير ذلك.
حنا جات الحكومه وقالت لك اودي تسقي في السن ديال المباراه اللي هو لوج التربيه والتكوين 30 عام. قلنا هادشي ما كاينش في الدستور، ما كاينش في القوانين التنظيميه، ما كاينش في القانون ديال الاطار، ما كاينش كاع حتى في الورقه ديال الاستراتيجيه ديال ميثاق التربيه والتكوين. ودرنا مقترح قانون حاولوا كنتسناو الحكومه تتفاعل معاه. فلذلك هادو مقترحات قوانين اللي نحن بصدد الان في هذا الشيء بمقترح قانون ديال حمايه المستهلك كنوجدوا غير نحطوه في قريب العاجل، اثراء غير مشروع ديال اشغال الحكومه. ما يمكنش واحد جالس في الحكومه وكيدوز الصفقات وكيستافد، فاذا غادي نديروه ممكن ندوزو حتى للجنسيه حتى هو كان ثم المقترح القانون اللي تكلمت عليه. فاذا كاين امور اللي مثلا طلب الراي هاد كتقول لي الملفات وما هادو طلبنا فيما كنشوفوا شي حاجه فيها اشكالات كنمشيو دابا بجيس المنافسه ملي غادي يجي راه عنده جوج ديال الطلبات تما ديال البرلمان، عنده ديال الزيوت المائده حنا كنا تقدمنا به وتبنا به تبناه المجلس، وعنده الراي حول التعليم الخصوصي. هذا راه البرلمان اللي طالب به. فاذا الملفات اللي كتقول خصنا نشتغلوا عليهم هما هادو. دابا حنا طلبنا راي حول اسعار البذور والاعلاف مجلس المنافسه، طلبنا منه راي اخر التربيه والتكوين حول 30 سنه وعدم هذا السقف ديال 30 سنه، طلبنا كذلك مجلس المنافسه الراي ديالو حول اسعار الاعلاف المركبه. هادو كلهم راه فيهم شي احتكار، وطبعا حنا فاتنا طالبنا قلنا ودي راه كاين الاحتكار في واحد العدد المجالات، وذكرنا البنوك وذكرنا هادو لي سيمونتري وذكرنا التامينات، وهادو كلهم راه مجلس المنافسه عنده ما يدار زعما ماشي 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 جالس. واذا هادو بعض، وبغيت باش نختم كلامي كنقول فيها ما يلي. اولا المغرب كيعرف ازمه اقتصاديه وتدبيريه ما عندنا ما نخبعوا فيها، ويجب ان نعترف بها دون تهوين او تهوين. ما نهولوش وما نهونوش، راه نقولوا كاينه ازمه وخصنا نمشيو لها كما كتقول باقي الدول. حنا لا، حنا العام زين وانا جيت في عام واحد درت لي ما دارش في 10 سنين، وديك 10 سنين هي قلنا فين كنتي فين كنتي. ها اذا هذاك الشيء اللي ما دارش في 10 سنين بما فيه الفلاحه اللي انت 14 عام وانت فيها، هذيك 14 راه كنديروا لها واحد الرقم كتولي ملاير هو اللي تعطى المغرب الاخضر. باش كل الامور عاوتاني واضحه، هذه الازمه لها اسباب كثيره، صحيح اسباب خارجيه ولكن ايضا اسباب داخليه من التدبير ديال الحكومه. هذه الحكومه انا نقول لكم هي من بين اسباب الازمه اللي كاين الان في المغرب، لا يمكن التعويل عليها في تدبير الازمه، بل نحن نقول باستمرار بانها في بعض تدابيرها ستعمق الازمه. نحن مدعوون جميعا كمؤسسات الى التفكير في مقاربه جريئه وشجاعه لتجاوز الازمه والتحديات المطروحه على بلادنا. نحن في حاجه لتغيير المقاربات وليس فقط والعقليات وليس الاشخاص ولا الاحزاب. نحن هناك توجه عالمي نحو الحمائيه، نحو الحمائيه. وكيفاش حنا كنفسروا هادشي اللي كاين عندنا من اللي عندهم يعني زواج المال والسلطه وعندهم على كل حال عندهم اسهم في شركات ولا في مقاولات ولا في هذا وكياخذوا الدعم ديال الحكومه. لا خيار لنا سوى اننا هاد اللحمه واخا كنتكلموا راه اللحمه الوطنيه والاصطفاف خلف جلاله الملك هو اللي غادي يخرجنا من هادشي. وخصنا نقولوا الحقيقه للمغاربه وانهم خصهم يشعروا بان النخبه السياسيه ديالهم جزء منهم تمثلهم حريصه على مصالحهم ومصالح الوطن. وهذا اللي كيفسر حتى التصويت ديالنا اللي كنديروه يعني في كثير من الاحيان بطريقه ايجابيه. قضايا المغرب عادله، منها قضايا المغرب ما كتحتاج هي عادله، حنا كنطوروا ولكن تحتاج الى محامين اكفاء وذوي مصداقيه. راه ماشي غير حيت انا عندي الحق وصافي لا عندي الحق ولكن خصني الطريقه باش ندافع. قضيه الصحراء بها اختم دخلت واحد المنعطف خطير. اليوم هذاك الاتحاد هذاك البرلمان الاوروبي صحيح بدا بحريه الصحافه وداز البيغاسوس وخا ما دارش اللقاء، ولكن مشاو بعض الاطراف منه مشاو لتندوف حضروا في المؤتمر ديال ما يسمى بجبهه البوليزاريو، دايرين في جدول الاعمال ديالهم غادي يجيو غادي يفرضوا ولا غادي يجي ولا غيناقشوا الوضعيه ديال الصحراء. اذا راه منين بدات الامور راه غادا للصحراء ما غاداش شي حاجه اخرى، داكشي كله غير بدايات. ولذلك ستاخذ منعطفا جديا ربما يتغير فيه الفاعلون.